أنت أكبر خدعة اتخدعتها في حياتي. أنت لعنة على كل الناس اللي بتحبك. بالحلقة القادمة. خليك في حالك أخي إبراهيم الدباح، عارف هو بيعمل إيه كويس. إبراهيم يتحدى طرزان. حط أنت بس إيدك في إيدي. ويقدم عرض الإحسان. من حقك أنت برضو زي المحلك بيفط عليها اسمك ولا إيه؟ توبة الليلة العاشرة بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا وعلى شاهد VIP الآن.